المهم اخوان بعد ما وصلت لهاد البلاصه اللي متميزه بزاف لقيت انه بحال هاد البلاصه ماشي اوتوماتيك زعما بحال البلايص الاخرين غير الواد دايز من الطريق وكذا كما العاده البلايص زوين ديما كتلقى الناس محافظين عليها. داكشي علاش غنبارطاجي معكم عاوتاني هاد الفيديو ان شاء الله مع واحد السيد شد البلاصه هنايا شد هاد المأوى هذا ديال صالح لي طونت صالح العائله صالح اي واحد باغي يجي هنايا ان شاء الله. المهم غنخليكم معاه. تحيه لك يا اخو. مرحبا. سلامات. مرحبا اخي الكريم. المهم هاد السيد بغى يعرفكم على البلاصه ان شاء الله كيفاش توصلوا ليها منين تجيو شنو المتميز في هاد البلاصه ان شاء الله. سميتي راشده برواي هاد المكان كيتواجد في الدواري برواي الدواره هو الفوق اللي تابع لجماعه تبقى قيادتي وزواعها عمل التردان. وهنا احنا ان شاء الله كنتمنوا بان نطوروا في المجال السياحي ان شاء الله. وهاد البلاصه خاصه يعني الناس اللي كتجي كيجيبوا لي زها كاين اللي كيجي في الصباح كيمشي في العشيه كيجي في المساء ديالو كاين اللي كنطيبوا ليه الطواجن. هاد البلاصه انت اللي قديتيها وكذا؟ اه هي انا اللي قديتها ما شاء الله. يلا البديه شي جوج سيمانات باش يلاه جوج سيمانات تبارك الله وبديت داكشي غير على طول من بعد ان شاء الله نطوروا نتمنوا ان شاء الله بحول الله. اه هي البلاصه هانتوما يلا حطينا بعض الماتريال والمسائل يعني المهم الهدف الاول حنا عندنا هنا نحافظوا على نحافظوا على الطبيعه الهدف الاول. والهدف الثاني كما تعرف راه الناس هنا كيتمعشوا بهذا هذا الربيع هذا كيحشوا البهائم ديالو وفي نفس الوقت ما يمكنش نحسوا الزوار لان صراحه الزائر كيبغي يلقى بلاصه مزيانه. حنا حطينا هذا اللوكال باش يعني نضمو ريوسنا ونضمو الزوار يلقاو المكان رائع جدا يلقاو يعني النظافه وداك الشيء ما كنلوحوش الازبال. كنحاولوا يعني نطوروا ان شاء الله مستقبلا ولكن البدايه كتكون صعيبه شويه. البدايه فيما بديتي شي حاجه ضروري واحد الصعوبات من ناحيه المنطقه كيفاش توصل ليها كيفاش تجيب ما فعلا انت بالنسبه للزوار اغلبيه ما كيفهموش بان راه ما كايناش طريق هنايا كيبغى يطلع مع الواد تقول له الدرا الواد ما فيهش طريق كاين الزليق وكاين الحقول تاع الناس. كاين حنا نحاول على البلاصه خليناها باش الناس كنرشدوهم اللي بغى يجي اللي لا عنده لا طون تيقدر يبات كاع هنا هنا ولا بالنسبه اللي كيجي بالعائلة من الصباح يدير لك ديوا كاين اللي كنديروا له الغدا كيجي من المساء ديالو كنديروا له الطواجن كنعمرو حتى هادي هاد الشيء عندنا لان هنا ما فيهش الضوء بعيد شويه على الدوار وكاينه يعني الدوار مسجل اللي معروف بالمجال السياحي يعني فيه فيها لوطيلات وفيها الناس اللي دايرين حتى هما الماء. بالنسبه لا ديريكت زعما الاتجاه واش دايرين شي حاجه معلنه؟ كاينه واحد البلاكه هنا مازال الطريق شويه ما قديناهاش لان جات غير في الواد كاينه الطريق قريبه على تقريبا شي 200 متر ولا 250 متر وهنا في الدوار مسجد من الدوار مسجد كتجي كتدخل لهنا. ومرحبا ان شاء الله اي واحد راه جاي هذه المنطقه يعني منطقه رائعه جدا ونتمنى حتى الزوار يفهمونا يتعاونوا معنا نحافظوا على الهدف الاول نحافظوا على الطبيعه عاد نشوفوا يعني بنادم يحافظ على البلاصه فين كاين في البونتي باش البلاصه تبقى نقيه وباش يخليها للطرف الاخر باش يجي ويزور. فعلا مرحبا وتحياتي لك اخي وكنشكرو مشرفين البلاصه. مرحبا اخي بارك الله فيك بارك الله وان شاء الله اخوان نتمنى تشوفوا الفيديو وتجيو لنا لهذ البلاصه ان شاء الله. وراشد باين السيد الله يعمرها دار يعني اي واحد خاصه شي حاجه يقدر كاع يجيب الدوار ويهبط ويتقدا لكم مسائل هنا كل شيء هنا ان شاء الله. تحياتي لكم اخوان يلاه معكم برو. ايوا واش بالكم الاخوان اش بالكم حنا دابا رجعوا غنطلعوا من الطريق اللي وراني السيد رشيد تحيه ليه طلعوا من هنا ان شاء الله باش نهبطوا بالدوار ومن تما نكملوا شويه الطريق باش نوصلوا للدوار الكبير ام سوزان ان شاء الله. ها انتم الاخوان هذه هي البلاكه ديالهم فضاء اسيف طبيعي هي هذه تهبطوا شويه دغيا غتوصلوا لديك البلاصه ان شاء الله.